السلام عليكم. السلام. يا شيخ أنا عندي سؤال بالنسبة لخلعت زوجتي، وقال الآن يعني يجوز إني أتلفظ بالطلاق أو لا يجوز؟ أنا خلعتها وانتهى الموضوع، بس أنا لو تلفظت هل هذا جائز؟ السؤال الثاني بالنسبة للمخالفات المرورية، يقولون إنها ربا، فما أدري الزيادة فيها، لأن فيها تدبيل من 300 تصير 500، الزيادة هذه هي ربا ولا لا؟ طيب جزاكم الله خير. السؤال الثاني. أما السؤال عن الخلع فهذا تراجع المحكمة بارك الله فيك، وأما المخالفات المرورية يقتصر على الغرامة المقررة ولا تزاد، إذا تأخرت لا يجوز الزيادة فيها، لأن هذا ربا، هذا من مثل الزيادة في الدين إذا تأخر لا يجوز. نعم.